الاسبوع اللي فات تم الاعلان عن البيكسل 2 والبيكسل اكس ال وبصراحه حاجه جميله ان شركه زي جوجل تكون بالقوه الرهيبه دي في السوق بمجرد تاني سنه ليها في سوق المنافسه الحقيقي مع الموبايلات الثقيله لما الجيل الاول من بيكسل نزل كان منعطف كبير وبعيد عن سلسله نيكساس خالص وكون انه يحقق عنوان زي احسن كاميرا في 2016 فده كان انجاز كبير لكن السنه دي الموضوع بقى اصعب بكتير عن قبل كده وده بسبب حاجات كتير من اهمها الديزاين الرهيب للشركات حاليا واللي بيكون مدعم بامكانيات تقيله واضافات خاصه وبالتالي هيكون من الصعب على شركه زي جوجل انها تدخل في النص وفي نفس الوقت تحافظ على سعر كويس فهل جوجل استسلمت الصعوبات دي كلها ولا قدرت تتغلب عليها؟ تعالوا نشوف جوجل فكرت كويس في ايه اكتر حاجه ممكن تميزها عن اي شركه تانية في السوق ووصلت لاهم واقوى سلاح عندها وهو سلاح الذكاء الاصطناعي لان تقريبا هي اكبر شركه في العالم معاها داتا بيس تكفي لاي نظام اي اي محترم فده سلاح قوي يقدروا يضربوا بيه وسط الموبايلات التانية والكلام ده هيوضح اكتر في ميزات الموبايل ببساطه التحدي ما كانش سهل كان يوصل بيهم الامر انهم يشتروا جزء من شركه اتش تي سي من واحد بليون دولار عشان يعينوا 2000 مهندس جديد يبقى فعلا الموضوع كان كبير معاهم مبدئيا لما تشوف الموبايلين لاول مره ممكن تحس ان البيكسل 2 خلاص موضه قديمه وهو فعلا كده ده موبايل الديزاين بتاعه مخلي شكله الخارجي متاخر سنتين عن باقي الموبايلات الحواف الكبيره من فوق وتحت والظهر اللي معظمه من الالومنيوم وجزء بسيط من الازاز عشان يكمل نفس الديزاين بتاع السنة اللي فاتت ولكن بشكل أجمل شوية وموضوع الظهر من الالومنيوم ده في الموبايلين وبالتالي للأسف الموبايلين مش داعمين للشحن اللاسلكي عموما الديزاين القديم نسبيا ده ممكن نعتبره مقبول مقارنة بأن سعر الموبايل 650 دولار بالنسبة للسبكس فما فيش حاجة تفرق بين الموبايلين السناب دراجون 835 حاجة متعودين عليها في كل الفلاكشيبس حاليا مع 4 جيجا رامات ومعالج رسومي أدرينو 540 والفرق الوحيد بين الاتنين يكمن في الشاشة الاتنين من نوعية OLED لكن البيكسل 2 بيجي بدقة 1080 بي وبحجم 5 بوصة على عكس البيكسل 2 XL اللي بيجي بالترند المستمر بتاع السنة دي الشاشة اللي من حواف رفيعة وبحجم 6 بوصة وبدقة 2880 في 1440 يعني نفس الاسبكت ريشيو الغريبه اللي بنشوفها في الموبايلات اللي بحواف رفيعه طبعا اكيد لاحظتوا ان برضو في جزء صغير من فوق وتحت ما زالوا موجودين في الشاشه ودول موجودين عشان السماعات الاستيريو اللي, اللي, في الواجهه الاماميه والناس اللي جربتها كانت حقيقي منبهره جدا من الصوت الرهيب والعالي ليها صحيح ان ديزاين الاكس ال اجمل بكتير لكن مازال الحواف تحس انها مربعه اكتر من الجناب ومش منحنية قوي بشكل مناسب ل 2017 ومهما كان مش جذابة بشكل مشابه لحاجة زي الـ S8 أو النوت Note 8 أو الآيفون 10 لكن جوجل عموما بتحاول تحافظ على هويتها في الموبايل فبصمة الصباع في نفس المكان في الظهر زي السنة اللي فاتت وشعار جوجل الصغير موجود من تحت ومع حتة الإزاز الصغيرة أو لما تشوف الحاجات دي خلاص انت كده عرفت ان ده موبايل من سلسلة البيكسل وكأن جوجل عايزة تبني هوية ليها في السوق يعني علامات ليها في الموبايل أو لما تشوفها تعرف ان ده منتج جديد من جوجل زي ما كل شركة ليها هوية في الديزاين بتاعها وانا كان ليا اعتراضات السنة اللي فاتت على البيكسل القديم وواحدة من الاعتراضات دي كانت سمك الموبايل الكبير لكن السنة دي السمك ده اصبح اقل نسبيا فده خلى شكل الموبايلين اجمل اكتر ولكن ادى برضه لبروز خفيف بالنسبه للكاميرا في الظهر لكن مش هعتبره عيب لانه شبه مش محسوس وبالحديث بقى عن الكاميرا فالموبايلين بيجوا بنفس الكاميرا بالظبط 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8 وداعمة للتثبيت البصري كاميرا الموبايلين فيها ديوال بيكسلز عشان تساعد على صور بتفاصيل اعلى وفوكس اسرع وجوده افضل في صور الاضاءه المنخفضه والكاميرا بتدعم البورتريت مود زي اللي في النوت 8 واخر 3 ايفونات والبلاير اللي بيحصل للباك جراوند بيكون كله بحسابات سوفت وير من الكاميرا وكمان الميزة دي موجودة على الكاميرا ال 8 ميجا بيكسل الأمامية وجوجل بتقول إنهم استغلوا وجود دي والبيكسل مع سوفت وير قوي عشان يعملوا نفس التأثير كأن في عدستين زي الموبايلات التانية والصور اللي جوجل عرضتها للموبايلين كانت حقيقي فوق الممتازة في برضو ميزة إضافية في الكاميرا وهي إنك تقدر تاخد لايف فوتو لمدة 3 ثواني لو الكاميرا حست بتحرك بتبدأ إنها تحدد فريم مناسب للبداية والنهاية وتعمل منها زي فيديو صغير وكمان في وضع للواقع المعزز، عشان تغير بعض العناصر في البيئة المحيطة جوه شاشة الموبايل أثناء التصوير، بس لحد دلوقتي أنا ما في أي حاجة تعتبر ميزة الموبايل، الإمكانيات تعتبر حلوة فعلا، لكن لو تلاحظوا كل ما بقول ميزة بتعتبر في الآخر قائمة على ذكاء اصطناعي والجوريزم، وهنا بقى يجي السؤال المهم، بتاع فين الحاجة اللي جوجل هتعتبرها الماركتينج بوينت بتاعتها؟ فتعالوا ندخل في التفاصيل أكتر، أول حاجة الجوجل لينس وهي انك تصور حاجة بالكاميرا ويبدأ الموبايل يتعرف عليها لوحده صحيح دي حاجة مش جديدة لكن اكيد مع الداتا بيز الرهيبة اللي عند جوجل هتكون النتائج افضل بكتير وكمان في الموبايل ده تقدر تفتح جوجل اسيستنت بطريقة جديدة وهي انك تمسك الموبايل وكأنك بتعصره من الجنبين حركة الحقيقة جميلة وافضل من فكرة زرار بيكس بي في موبايلات سامسونج في برضو ميزة ناو بلينج وده بيخلي الجوجل اسيستنت بيعرف لوحده اسم الاغنية اللي انت مشغلها في اي تطبيق وجوجل بتقول انك مش هتحتاج نت عشان تقدر تعرفه غير ان جوجل اسيستنت اصبح ذكي اكتر في تنفيذ الاوامر عموما نروح بقى لنقطة الشحن والبطارية فالموبايل هنا بيجي بمدخل من نوعية سي وبيدعم الشحن السريع وبطارية البيكسل 2 هي 2700 ملي امبير والاكس ال هتكون 3520 ملي امبير الساعات دي تعتبر كويسة ومع نظام الطاقة في اندرويد اوريو الخام هتكون كافية لاستعمالك اليومي وبرده على كلام جوجل تقدر بربع ساعة شحن توصل لسبع ساعات استخدام متوسط. عايز أروح بقى لجانب التحفيل من الفيديو، الحقيقة كل سنة شركة جوجل بتعمل حاجة كنوع من التريقة على أبل. والسنة اللي فاتت كان الإعلان الرسمي بتاعهم قائم على إن الموبايل فيه هيدفون جاك، وساعتها ده ما كانش موجود في الأيفون 7. السنة دي بقى جوجل راحت مع فكرة إنها تشيل الهيدفون جاك وتحط دونجل في العلبة عشان تشغل السماعات بتاعتك بعد كده. وكان لازم بقى يخترعوا حاجة جديدة للتحفيل السنة دي. للأسف هم اختاروا أسوأ حاجة ممكنة وهي التخزين كون ان موبايل بيجي بتخزين داخلي 64 جيجا ومفيهوش مكان لمايكرو اي دي وكمان عشان اروح ل 128 جيجا محتاج ادفع 100 دولار زياده ده ما كانش موقف قوي يسمح لجوجل بالتريقه هنا خالص ونقطه اعتمادهم هي موضوع انك هتاخد تخزين لا نهائي على جوجل فوتوز واخر حاجه ممكن اقولها عن الموبايل هو انه ضد الميه باي بي 67 وعموما حاجة زي اللي حصلت دي أنا كنت متوقعها من فترة لأن جوجل بتتميز جدا في جوانب السوفت وير والذكاء الاصطناعي وعشان أكون صريح معاكم دي نقطة كويسة للتسويق الموبايل ولو أثبت قوته في الكاميرا زي النسخة اللي فاتت هيكون نقطة قوة أكبر وسعر 650 دولار للبيكسل يعتبر مقبول لكن مش ممتاز قوي وسعر 850 دولار على البيكسل XL ينطبق عليه نفس الحكم برضه ويا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات هل في ميزه قويه تخليك تفكر في البيكسل الجديد عن منافسينه من الشركات التانيه؟ وايه وجهه نظركم عنه عموما؟ شكرا لكل اللي كمل الفيديو للاخر، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، برده ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو ومتابعتنا على مواقع السوشيال ميديا، هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكربشن تحت الفيديو، اشوفكم باذن الله في حلقه جديده، سلام.